قناة اعرف دينك. دعاء الشفاء من كل داء بإذن الله سبحانه وتعالى. أدعية المرض والشفاء. الدعاء للمريض بالشفاء له فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى، رحمة ولطفا بالعباد. ويجدر الإخلاص والصدق لله سبحانه بالدعاء وإظهار الخشوع والذل له، مع الحرص على التحلي بالصبر واليقين بالإجابة. دعاء الشفاء من القرآن والسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهذا الدعاء جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، ويقال 7 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، ويقال 3 مرات. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم، وهو حديث صحيح، ويقال 7 مرات. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، رواه الألباني في صحيح الجامع. ومن دعاء الشفاء قول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين، رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 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 بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أدعية متنوعة للشفاء. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وأن لا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا أسكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل،
وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بإزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاءه. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاءه. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، اللهم يا مسهل الشديد ومليين الحديد ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حاق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، وسهل علي ما استثقلته نفسي. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك ولا ابتلاء إلا ابتلاءك. أسألك اللهم بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب ومن عليه بالشفاء، ورده إلينا سالما من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شافي وعافي جميع مرضى المسلمين، إنك نعم المولى ونعم المجيب. اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه. اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تعفو عنه وتشفيه. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف من عظم مرضه وعجز شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، أنت عونه وشفاءه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه، يا منزل الشفاء ورافع البلاء، ويا مجيب الدعاء، ويا من تعيد المريض لصحته، ويا من تستجيب دعاء البائس. اللهم عافيه وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا يا رب العالمين. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. اللهم آمين يا رب العالمين. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.